السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا وياكم إلى أجزاء الديزل جنريتر، الأجزاء الميكانيكية. عادة الديزل جنريتر يتكون من جزئين رئيسيين، جزء منهم ميكانيكي وجزء منهم كهربائي. اليوم محاضرتنا راح تكون على الأجزاء الميكانيكية، وراح ناخذها بصورة عامة، نعرف دور كل جزء ميكانيكي موجود، دور كل جزء ميكانيكي حتى تكون الفكرة واضحة على شلون يشتغل الجزء الميكانيكي، وشلون نفرق بين الأعمال الميكانيكية والأعمال الكهربائية والصيانة بيناتهم، أو حدوث فد فولت أو فد دامج أو فد أي مشكلة. زين، شلون نحدد هذه المشكلة ميكانيكية أو كهربائية من خلال معرفتنا للأجزاء مالت الديزل جنريتر. أول جزء اللي هو الإنجن. الإنجن يقصد به المحرك الميكانيكي، المحرك الميكانيكي يعني الجزء الأساسي اللي بالمحرك، اللي احنا بالعامية أو بالأسواق نسميه الطابوقة، يعني شلون فد عبارة عن غرف احتراق زائدا ملحقاتها، يعني خلينا نقول الميكانيكية الرئيسية مثل الأجزاء الميكانيكية أو الجزء الميكانيكي. المحرك والإنجن هو المحرك، المحرك الميكانيكي. The engine is the source of the input mechanical energy، يعني هو مصدر دخول الطاقة الميكانيكية. احنا قلنا الديزل جنريتر هو عبارة عن فد اكوبمنت يحول لي الكيميكال انرجي انتو الكتريكال انرجي. الكيميكال انرجي شلون تتحول من طاقة كيميائية زين اللي هي بشكل فيول الى شنو؟ طاقة كهربائية. لازم بالبداية تتحول لي الى طاقة ميكانيكية. شنو الهدف منها؟ أنا عندي رأس توليد، رأس توليد أريده يدور، جزء الدوار ما يدور حتى أولد طاقة كهربائية. شلون يدور؟ أحتاج إلى طاقة ميكانيكية بشكل حركة دورانية. فأنا هذا الوقود راح يدخل إلى المحركات الميكانيكية أو المحرك الميكانيكي، وراح يحترق، ومن يحترق يعطيني حركة دورانية بالمحرك الميكانيكي، وراح تصير هي المدخل الطاقة الميكانيكية إلى رأس التوليد اللي هي شنو؟ الحركة الدوارة. لذلك أنا معرفة يقول the engine is the source of the input mechanical energy to the generator، يعني هو مصدر الطاقة الميكانيكية اللي هي الحركة الدوارة الداخلة إلى رأس التوليد الالترنيتر. The size of the engine is directly proportional to the maximum power output the generator can supply. يقول هنا لازم الطاقة الميكانيكية اللي يعطيني هذا المحرك، يعني أنا من أجيب محرك وأشد وياه رأس توليد راح يدور، هذا المحرك ما أجيبه عشوائيا، هذا المحرك لازم السايز مالته أو القدرة مالته الميكانيكية تتناسب ويا أكبر طاقة أو أقصى طاقة كهربائية يعطيني رأس التوليد، لأن يعني أنا عندي تحويل طاقة من شكل إلى شكل آخر، طاقة كيميائية حولتها إلى طاقة ميكانيكية وطاقة ميكانيكية إلى طاقة كهربائية، فلازم أكو تناسب. لازم اكو تناسب من اجيب محرك يحول الوقود الى حركه دورانيه او طاقه ميكانيكيه، لازم هذه الطاقه الميكانيكيه تتناسب او تساوي او تفوق بقليل اقصى قدره يعطيني اياها راس التوليد اللي هو الالترنيتر او الجنريتر الكهربائي. بعد عندي هنا الفقره اللي وراء الجوفرنر. الجوفرنر مو فد جزء كبير، جزء بسيط. عاده هسه اللي راح ناخذ احنا هو عباره عن حاكم جوفرنر ميكانيكي، وربما هسه الجزء الديزل الجديد او الحديث بحاكم ممكن يكون الكتروني او بشكل عقول مسيطره، لكن هذا المتعارف عليه والقديم اللي معروف عنه الجوفرنر الحاكم. هذا الجوفرنر شنو الفائده مالته؟ ذا انجن جوفرنر، الحاكم الميكانيكي او مات الانجن، كنترولز انجن سبيد، يعني هذا الحاكم ينظمني سرعه شنو؟ الانجن اللي هو المحرك الميكانيكي. The engine governor controls engine speed، ينظم السرعة. شلون ينظم السرعة وش الهدف من عنده؟ اول شيء انا الحركة الدورانية اللي تطلع من المحرك مهمة عندي، ليش؟ لان هذه هي راح تدور الجزء الدوار بالالترنيتر، وبالتالي راح شنو تعطيني؟ تعطيني فولتية محتثة تعتمد على سرعة مات الدوران، وتعطيني تردد ايضا له علاقة بسرعة الدوران. وإذا تتذكرون العلاقة بين السرعة والتردد بالمحركات اللي هي N سينكرونس، كان تساوي 120 في الـ F على
البولز عدد الأقطاب أو التوبولز على ما أتذكر إيش شكل المعادلة. المهم فأكو علاقة بين السرعة التزامنية وبين من؟ بين التردد وبين عدد الأقطاب. عدد الأقطاب ثابت برأس التوليد حسب المصنع، أما قطبين أو أربعة، وحسب عادة يجي أما قطبين أو أربعة. زين السرعة التزامنية هالمرة، السرعة التزامنية هالمرة أنا أنطي للرأس التوليد السرعة التزامنية اللي هي السرعة مالت من؟ مال شنو؟ الفيض الدوار. الفيض الدوار سرعة تساوي من سرعة الروتر، فسرعة الروتر هي نفس السرعة التزامنية. هاي بعدين نشوفها بالتفاصيل طبعا، ما بدي أدوخكم بها حاليا. فقصدي أنا السرعة التزامنية هالمرة أنا راح أولدها. مين أولدها؟ أخذها من المحرك الميكانيكي، أوكي، اللي هي سرعة الفيض الدوار. ف لا عدد الأقطاب ثابت وعندي سرعة أنا أنطيتها، راح تطلع لي تردد اللي هو المجهول. المرة أنا ما عندي تردد، ما عندي مصدر يعطيني تردد، أنا المصدر مالتي هو الالترنيتر نفسه، أنا أريد ينطيني تردد فولتية بتردد. فلازم تتنظم السرعة بحيث وين الحمل صاعد نازل، يعني كل ما يصير انكريز باللود مالتي، يعني يصعد اللود مالتي، راح يصير فد لود على اليمين على المحرك الميكانيكي، راح يصير قل سرعته، يصير ديكريزنج يعني بوين بالسرعه مالته، وبالتالي شو راح يصير؟ يضعف التردد والفولتيه المتولده. فلازم اكو حاكم شو يسوي؟ من يزيد الحمل يرجع يزيد الوقود على شنو؟ ينظم لي السبيد مالت المحرك. وإذا قل الحمل اللود الكهربائي راح تقل اللود الميكانيكي على من على المحرك، وبالتالي شنو يصير؟ انكريزنج بالسرعة، راح تزداد السرعة مالته، فراح يأثر على التردد. فلازم عندي شنو؟ حاكم أو مسيطر ينزل السرعة مالته هالشكل، يعني قل الحمل قلل زاد السرعة يبدي يقللها هو، ينظمها عند مستوى معين يعني سرعة ثابتة. زاد الحمل قلت السرعة يبدي زيد وقود على المدير، يرجع يرفع السرعة للسرعة الثابتة. يعني هذا هو اللي ينظم التردد والفولتية المتولدة. لذلك هنا إذا أشوف the engine governor controls engine speed and شنو generator frequency، يعني ينظم التردد، لأنه السرعة والسرعة مال المحرك الميكانيكي والتردد بيناتهم علاقة، زيادة بزيادة ونقصان بنقصان. فأنا أريد تردد ثابت، شلون اخذ التردد ثابت؟ لازم سرعه المحرك الميكانيكي شنو تكون ثابته حتى يثبت تردد الكهرباء خارجه من الجنريتر. شلون تجري هاي العمليه؟ هذا الجوفرنر شلون راح يسيطر لي على السرعه مع الحمل تغير حمل؟ يقول باي كنترولينج، بتنظيم او السيطر على شنو؟ ذا اماونت، المقدار اوف ذا فيول انتيرنج ذا انجن، يعني ينظم لي الوقود الطاب المن للمحرك، بحيث إذا أريد أقلل السرعة الجوفرنر إذا شاف السرعة زادت أريد أقللها قلل الوقود، وإذا شافها زاد قلت أريد يرفعها يزيد الوقود. هذا شيء بديهي بالمحركات. شلون راح يسيطر عليها؟ أنا شنو عندي؟ عندي هذا الشفت اللي تشوفه، هذا مرتبط وين؟ ويا المحرك الميكانيكي، أوكي؟ يعني يدور حركة دورانية، عنده ارتباط ميكانيكي ويا من؟ ويا المحرك، ويا عدد دورات المحرك. وش عندي؟ عندي هنا فد صمام مال الوقود، صمام مال الوقود، اوكي. وعندي هنا اذا اشوف فد عتلات ميكانيكيه، زين راح تدور ويا من؟ ويا هذا الشفت الدوار. هذن يعتمد على طرد على الطرد المركزي، بحيث هذا راح يدور هذا الشفت الدوار، وتدور ويا شنو؟ هذن الكرات، هذن الثقالات احنا نسميهم، اوكي. من راح يدور ايش راح يصير؟ مثلا راح يصعدن لفوق للاعلى وينسحبن الى الجوانب. فايش راح يصير بهذا الجزء؟ يصعد اعلى، من يصعد راح يقلل الوقود الخارج المن من هنا، راح ينظم للوقود، راح ينظم للوقود بهذا الصمام. شو اسمه؟ ايش راح يسوي؟ راح يقلل الوقود، من يصعد للاعلى يقلل الوقود، يخنق الصمام او يقلل من مقدار الوقود الخارج المن للمحرك. فايش راح يصير به؟ راح تقل السرعه مالته، من تقل السرعه مالته راح ينزل للاسفل. الطوبات هذن او الكرات، زين هذا الكرات راح ينزل للاسفل. ايش راح يصير من ينزل للاسفل؟ يفتح وقود اكثر المن للمحرك، تبدي شو يصير؟ انه بترفع السرعه مالته وهالشكل، يبدي صاعد نازل الى ان ينتظم عند سرعه معينه. من ينتظم عند سرعه معينه، لو فرضا زيتنا الحمل، ايش راح يصير من يزيد الحمل؟ راح السرعه تقل، من تقل ينزل هذا الجزء للاسفل، لان الكرات تقل سرعتها، يقل الطرد المركزي ينزل للاسفل، من ينزل ايش راح يسوي؟ يفتح وقود اكثر. اوكي؟ ايش راح يصير بسرعه المحرك؟ ترجع ترتفع، ومن ترتفع شو يسوي؟
يبدي انه بيقلل الوقود، ومن يقلل الوقود يبدي شو ينتزل الى ان يتارجح، الى ان يثبت على سرعه معينه، بحيث زاد الحمل قلت السرعه يفتح وقود اكثر، قل الحمل زاد السرعه يقلل الوقود. والسبب شنو؟ هاي الحركه الدورانيه وقوه الطرد المركزي، وبعد شنو؟ هذا الصمام المعتمد شنو على صعود ونزول، بحيث بصعوده يقلل الوقود وبنزوله يفتح الوقود اكثر، لانه من يصعد معناته زاد السرعه، ومن ينزل معناته قلت السرعه، فمن يصعد يزيد السرعه راح شو يسوي؟ يقلل الوقود حتى يرجع المحرك ينزل من سرعته. واذا نزل معناته شنو صار؟ عنده حمل لود اضافي فتقل السرعه، فينزل حتى يفتح وقود اكثر، يرجع المحرك يتنشط من جديد بهالشكل. فهذا الجوفرنر هو الحاكم بسرعه من؟ بسرعه المحرك، من خلال تنظيم كمية الوقود اللي طابة للمحرك. فهذا دور الجوفرنر، يسمونه الحاكم. أوكي، هذا الجوفرنر الحاكم. نرجع نقول the engine governor controls، ينظم engine speed. بعد شنو؟ ينظم generator frequency، من خلال شنو؟ by controlling the amount of the fuel entering the engine. أتمنى تكون واضحة. وصلنا إلى إنجن ستارتر، بادئ الإنجن أو المشغل مات المحرك الميكانيكي. نقصد بالستارتر بادئ يعني أنا عندي محرك ميكانيكي، شلون أشغله بالبداية؟ طريقة التشغيل مالته. فعندي ثلاث طرق، هنا أنا أذكر لك. ديزل جنريتر may be provided with one of three types of starting systems. يعني هذا المحرك الانجين او الديزل جنريتر بصوره عامه ممكن اجهزه باحد الطرق الثلاثه من طرق البدء. الطريقه الاولى اللي هي الكتريكال ستارتنج، الكتريكال ستارتنج طبعا ناخد بالطباعه، وبعد شنو عندي اير ستارتنج البادئ الهوائي، وهيدروليك ستارتنج. راح نشوف كل طريقه شنو الفرق بينها وبين الطرق الاخرى، او كل طريقه شلون تعمل، وممكن بعدين بالأخير نشوف ميزاتهم. لا تتنش الفرق بيناتهم. عند الطريقة الأولى اللي هي electrical starter، the starting systems نظام التشغيل أو البدء consist of a set of batteries, charger circuit, and DC series motor. يتكون هذا نظام البدء من مجموعة بطاريات، زين، أضافة إلى شاحن دائرة شحن كهربائي للبطاريات، زائدا محرك تيار مستمر مربوط سيريز حتى يطلنا عزم عالي. هذا هو السيستم، هذا بطاريات، هذني مسننات اثنين. إذا أشوف هذا مسنن صغير وهذا مسنن كبير في حالة تعشيق، تعشيقات سويا. وبعد عندي هذا الكونتاكت كهربائي لتشغيل شنو؟ هذا البادئ او المحرك الدي سي، دي سي سيريز موتور، زين. وهذا السويتش الرئيسي مع التشغيل الرئيسي، زين. هذا البطاريات، هاي بالضبط هو نفس الفكره الموجوده بالسيارات. عندنا هذا نسميه احنا السلف اللي هو دي سي موتور، وعندنا هذا الكونتاكت هو نفسه اللي هو يشغل لي شنو؟ هذا الموتور. وعندي هذا المسننات كبير هو مرتبط ويا من؟ ويا المحرك الميكانيكي. وهذا المسنن الصغير مرتبط ويا من؟ ويا من؟ ويا الدي سي موتور او اللي احنا نسميه السلف. بحيث من نشغل الدي سي موتور راح يفر هذا المسنن، هذا المسنن يفر المسنن الكبير المرتبط بالمحرك، ونتيجة الحركة راح يصير عندي احتراق وانفجار، ويستمر نوب المحرك بالحركة ذاتيا على أثر الانفجار أو الاحتراق يصير بداخله. عادة المحركات البنزين يصير بين احتراق، ومحركات الديزل اللي هي نسميها احنا محركات الغاز يشتغلن بالانفجار نتيجة ضغط حركة وضغط وانفجار داخل غرف الاحتراق. وراها بعد ما احتاج أنا شنو؟ هذا المشغل، مجرد يشتغل المحرك يبدأ المحرك الميكانيكي بالدوران وينهض يشتغل، بعد أنا ما أحتاج هذا المشغل، راح شنو أوقف عن العمل ويبدأ الدشالي ينفصل أو المسننات هذني يعني ينفصل واحد عن الثاني، زين. راح نشوف شلون تبدأ العملية. العملية بكل بساطة، عندي هذا مفتاح رئيسي، هو هذا المفتاح الرئيسي،
ويعمل مربوط ومربوط ويعمل ويا مصدر دي سي. مصدر دي سي هذا بطرفين، هذا طرف وهذا طرف. هذا الطرف هو الموجب مال البطاريات، وهذا الطرف شنو السالب مال البطاريات. طبعا البطاريات هنا مربوطات على التوالي حتى يطلعني 24 فولت، واكو بعض معناته يشتغل على 12 فولت حسب من حسب هذا الدي سي موتور. اذا يشتغل على 24 فراح تكون بطاريتين مربوطات على التوالي، اذا 12 راح تكون بطاريه واحده زين المشغله مالته، واذا اخلي بطاريتين معناته اربطن على التوازي اذا كان يشتغل على 12 فولت بس زيادة قدره. بس عاده لا تلقى اما يعني واحد بطاريه واحده 12 فولت يشتغل هذا الموتور، لو تلقى اكثر من بطاريه بطاريتين تلقى زين 24 فولت. عاده بالديزل جنريتر لانه محرك مال تضخم محرك الديزل، فيخلون بيه بطاريتين على التوالي مربوطات ويطلني شنو 24 فولت، لانه هذا السلف او المشغل او الستارتنج راح يشتغل على 24 فولت. المهم شلون تجري العمليه؟ من اشغل هذا المفتاح اسوي اون اغلق الدائره مالته. طبعا هذا الطرف السالب مربوط ويا من؟ ويا البدي مالت الموتور. طبعا هذا البدي ايضا داخليا مربوط ويا من؟ ويا السالب. يعني خلينا نقول البدي هو صار طرف السالب بالموتور، لان الموتور تدري بيه او بطرف بطرفين، طرف يربط ويا البلس وطرف يربط ويا الماينس. الطرف اللي يربط ويا الماينس يربطونه ويا البدي زين، لان عاده شو نقول البدن مال الجنريتر كله يربط ويا من؟ ويا السالب مال البطاريات. فدائما اي ربط داخلي للسالب اي طرف سالب يربطونه ويا من؟ ويا البديل بصوره مباشره، ما يربطونه يعني بتوصيل سلك المن للبطاريه، لا البطاريه يربطونها ويا من؟ ويا البديل البدن مال من؟ مال الجنريتر. واي طرف سالب بالداخل يعني الجنريتر يربطونه مباشره ويا البدن، اعتبار البدن هو كله سالب. فشوف هذا مربوط وين؟ ان انا سالب. يبقى الطرف الموجب، الموجب معزول والى دائره موحده. فيجي الموجب هالشكل عن طريق السويتش من يكون اون، يروح وين؟ الكونتاكت، راح يشتغل الكونتاكت. هذا هو الكونتاكت اذا تباوع، هذا هو الكونتاكت زين، راح يشتغل الكونتاكت. الكونتاكت ما له علاقه بالموتور، هذا هو بس مجرد شنو يوصل طرف موجب المن للموتور. راح نشوف شلون يوصل. شوف هسه هذا الكونتاكت، الكونتاكت يؤدي عمليتين من يشتغل. هذا الكونتاكت من يشتغل يؤدي عمليتين. خلينا نشوف شنو العمليتين. العمليه الاولى بعدها هسه العمليه ميكانيكيه، اذا تلاحظ هنا سبرينج وهنا شنو جزء يعني شو نقول خارج جزئيا من داخل ملف. هذا ملف، هذا ملف كهربائي، هذا اني هذا شوف هسه هذا الجانب هذا الجانب هن ملفات كهربائيه، وهذا الشفت داخلي. هذا الشفت متأثر بمن؟ بهذا السبرينج ميكانيكيا، وبعد وين مربوط؟ بهاي العتلات. شوف هسه هذا شنو مفصل مال العتلة، وهذا مفصل أيضا مركز مال العتلة الميكانيكية، وهذا مفصل آخر. شوف هسه هاي العتلة الميكانيكية، هذا كلها عتلة ميكانيكية، هذا المرتكز مالتها متصل الطرف من أطراف المتصل هنا هذا الكونتاكت. وطرف وين رايح؟ رايح المن إلى المسنن اللي هو هذا الصغير، مسنن صغير، بحيث الكونتاكت من يشتغل ايش راح يصير بيه؟ راح يدخل هذا الى الداخل، هذا الجزء الشفت يدخل المن الى الداخل، ينسحب للداخل. ايش راح يسوي؟ راح يسحب هذا الجزء من العتله، هذا المرتكز هذا ايش راح يصير بيه؟ راح يخرج الى الخارج. فايش يربط؟ يربط هذا المسنن الصغير ويا من؟ ويا المسنن الكبير اللي هو هذا مثل الانجن عمود يدوره. شنو الغايه عنده؟ من يطفي الكونتاكت يرجع هذا يخرج مره ثانيه المن للخارج هالشكل يطلع للبرة، بينما هذا يرجع وين يدخل الداخل حتى يفصل مسنن مات المحرك الدي سي اللي هو السلف احنا نسميه او الستارتر عن من؟ عن شو اسمه المسنن اللي تابع للمحرك الميكانيكي. فبين قوسين هذا شنو شغله؟ هذا الجزء يؤدي الى شنو؟ تعشيق المسنن في حال تشغيله، يعشق المسنن ويا من؟ المسنن الصغير مال الستارتر اللي هو هذا الموتور ويا المحرك، ويا مسنن المحرك حتى يدوره. وإذا طفى راح شو يسوي؟ يسحب هذا المسنن الصغير اللي هو مالت من؟ مالت هذا الستارتر مالتي اللي هو دي سي موتور إلى الداخل حتى يفصل عن من؟ عن المحرك الإنجن أو مسنن محرك الإنجن اللي يسمونه أحيانا الفلاي ويل. المهم إحنا إذا تلاحظ بالسيارة من تبدأ تشغل السيارة تبدأ تشغل السويتش مال التشغيل الأون، من الشغلة من هنا هذا المحرك شو تسوي؟ ترفع إيدك من المفتاح حتى يرجع.
لا نفس هو نفسه بالضبط. في البداية تشين سويت من شغلت من يعني دورت السويتش مالتك شغلته اون، هذا لقط من لقط دخل الى الداخل، وراح يخرج هذا الجزء الى الخارج وين يلقط او يكنك هذا المسنن الصغير، هذا المسنن ويعمل وين المسنن الكبير مالت المحرك، حتى شنو يدوره. زين شلون يدوره؟ تيجي النوبة هنا تلقى جزء آخر اللي هو مفتاح كهربائي، مفتاح كهربائي هذا هو، يعني هذا من يشتغل راح يحرك لهاي العتلة على مود يسوي لي تعشيق بين المسننات مال الستارتر والمحرك. بعد شيء أدي شوف هذا المفتاح، هذا قبل التشغيل في حالة أوبن. في حالة التشغيل إيش راح يصير؟ شوف هذا يجيني بلس مين من الباتري، يمر وين؟ لهذا المفتاح. من يعشق المفتاح يشتغل ايش راح يصير؟ او من يشتغل الكونتاكت هذا راح يصير في حاله اون، يوصل من طرف الى طرف، يبدا وين يمر؟ الى هذا الطرف. من هذا الطرف وين يروح؟ الى ملفات الستارتنج يشغلها. يعني هذا يؤدي دورين الكونتاكت، اول شيء يؤدي الى ربط ميكانيكي بين مسنن الستارتر ومسنن المحرك حتى شنو؟ يصير عمليه تدوير. وفي نفس الوقت يربط لي طرف الموجب مال البطاريه المن الى الماتور حتى يشتغل. فايش راح يصير؟ راح يشتغل الماتور يدور، وفي نفس الوقت هو معشق ويا من ويا مسنن المحرك راح يفتر المحرك. من يفتر يبدي الضغط وانفجار الى اخره، يبدي التشغيل. هذا شغل ميكانيكي، بس القصد عرفنا شلون يشتغل هذا البادئ الكهربائي. فحتى تعرف اجزاءه وانت كونك مختص كهربائي وكونك دارس محركات الدي سي موتور، فمجرد تعرف الدائره الكهربائيه تعرف عمليه الصيانه مالته وتعرف اذا ما يشتغل. احيانا هسه اذا تلاحظ مثلا اذا الشغل تسمع تشك تشك يعني طقه، شو احنا نقول احنا نسميها طقه، فش تقول؟ تقول اه الكونتاكت يشتغل بس السلك ما جاي يشتغل لسبب معين. واحيانا اذا ما تسمع حتى هاي الطقه شو تقول؟ اذا تقول اكو مشكله بالكونتاكت او ما جاي توصل له دي سي حتى يشتغل. فهذا هو الكونتاكت لأدي غرضين، غرض الاول انه يعشقني ميكانيكيا بين مسنن الستارتر وبين مسنن الانجن في حالة التشغيل، في حالة يعني انه تشيل ايدك من عنده يرجع يفصلها اذا اشتغل المحرك. وفي نفس الوقت يعطي كهرباء المن بنفس اللحظة الى هذا البادئ الكهربائي حتى يفتر يدور وياه المحرك الميكانيكي. هذا الشغل واجزاء البادئ الكهربائي. وصلنا الى الاير ستارتر. الاير ستارتر هو يعتبر بادئ ميكانيكي وليس كهربائي، لكن يهمنا نعرف عنه شيء. بادئ ميكانيكي وليس كهربائي، لكن يهمنا نعرف عنه شيء كأي جزء. شوف هذا هو البادئ اللي هنا موجود، هذا البادئ، هذا بيه مسنن أيضا، وهذا بيه مدخل ومخرج هواء، واحد إنلت والثاني أوتلت. من يدخل الهواء داخل هذا البادئ ايش راح يصير بيه؟ راح هنا بيه توربين راح يفتر بسرعة جدا عالية ويخرج الهواء منه، طبعا هواء مضغوط ويجي بسرعة عالية. من يفتر يفر هذا المسنن اللي متعشق ويا من، أو اللي راح يتعشق ويا من، ويا مسنن المحرك الإنجن المحرك الميكانيكي فيدوره. يعني هنا بعد ما احتاج لا بطاريات شحن ولا لا، يعني مثلا دائرة لا بطاريات كهربائية، لا دائرة شحن، لا محرك كهربائي إلى آخره. فهذا الشيء يكون موثوقيته أعلى، لكن يحتاج الى هواء دائما مضغوط، لانه احيانا ممكن الماكينه انا ما تعد بيها صيانه، او مثلا ما نهضت من اول تشغيله ولا ثاني تشغيله، فلازم يكون عندي دوم، عندي هواء شنو مضغوط. لكن هذا يعطي عزم اقوى وسرعه اعلى، بحيث انه راح يدور للمحرك او شغليه او ينهض المحرك بصوره اسرع من الستارتر الكهربائي. لذلك انا ذاكر لك لك اير ستارتنج البدء الهوائي، either manual or automatic، ممكن يكون manual ممكن يكون شنو automatic يشتغل، is highly reliable أكثر موثوقية أو الموثوقية مالته جدا عالية، torque available from air motor، يعني هذا العزم اللي راح يتوفر أو يطلع من المحرك الهوائي، accelerates the engine راح شي يسوي يعجل لي المحرك أو يدوره، two twice the cranking speed and about half the time required by the electrical starters. يعني يقول
هذا التعجيل او العفو ان شو اسمه عمليه التدوير السبيد مال الكرينك مالته او مال الدورات مالته راح تكون ضعف من حيث السرعه ونصف من حيث الزمن ما يتطلبه هو شنو البادئ الكهربائي. يعني اريد اقول لك انه ترى العزم مالته ضعف العزم او السرعه اللي حصلها من عنده بالتدوير ضعف السرعه مال البادئ الكهربائي، فاحتاج اذا بهاي الحاله ايش قد نصف الزمن مال تشغيل البادئ الكهربائي، فراح يكون بين قوسين هنا هذا البادئ انشط واكثر كفاءه من البادئ الكهربائي. لذلك نشوف سرعته ضعف الزمن اللي احتاج للتشغيل نصف الزمن والموثقية اعلى، لكن بي تبقى مشكلة واحدة لازم تكون عندي دوم عندي هواء مضغوط. هذا الفرق اللي بي، لكنه لا يحتاج الى صيانة عالية مثل البادئ الكهربائي ولا يحتاج الى بطاريات ودائرة شحن الى اخره. وصلنا الى البادئ الهيدروليكي هيدروليك ستارتر. This system used to support the hydraulic starter includes يعني هذا النظام اللي يدعم لي الهيدروليك ستارتر البادئ الهيدروليكي يتضمن شنو؟ valves صمامات pumps مضخات filters مصافي او فلاتر reservoir اللي هو خزان and piston accumulator الجامع او هذا المركم زائدا بي بيستن اللي هو المكبس. العملية مالته شلون تجري هاي العملية؟ هو مثل ما ذكرنا جزء ميكانيكي مو كهربائي، لكن شلون تجري العملية مالته؟ بصورة مبسطة طبعا بيه هواي شروحات بالنت اللي يتعمق بيه، هو جزء ميكانيكي لكن نحب نذكر فد فالشيء يعني حتى تصير عندك الفكرة واضحة. هذا هو دا اشوفه، هذا هو الستارتر. المنظومة الملحقة وياه من تتكون؟ هو فكرته بالضبط مثل فكرة الستارتر الهوائي الاير ستارتر، نفس الشيء هم راح يكون بانلت واولت وبايضا شنو اجزاء توربينات، يعني شلون نقول بريش بحيث تتعرض الى ضغط سائل هيدروليك بقوة عالية فيؤدي الى دوران هذه التوربينات بسرعة عالية وراح يدور المسنن الصغير بسرعة عالية أيضا ويدور وياه شنو مسننات الانجن، وبالتالي راح يؤدي إلى دوران الانجن وبالتالي ضغط وانفجار إلى آخره ويستمر المحرك بالعمل. نفس الفكرة مع الاير ستارتر، بس هنا الفكرة شنو مستخدمين به؟ بدل ما مستخدم هواء مستخدم سائل هيدروليك. زين مستخدم سائل هيدروليك. زين اذا المنظومه الداعمه لهذا البادئ، المنظومه الداعمه لهذا البادئ ما تتكون؟ تتكون من خزان مال سائل هيدروليك. زين يعني هذا اللي يجمع بيه سائل هيدروليك او اللي يعتبر خزان رئيسي، زائدا مكبس ومضخه يدويه، زين ضاغطه يدويه تحول السائل الهيدروليك من الخزان الرئيسي الى خزان ثاني اخر ينضغط به الهيدروليك وبيه مكبس. زين وبيه شنو صمامات، بحيث انا مجرد افتح واحد من الصمامات راح يطلع الهيدروليك المضغوط بسرعه عاليه يدخل وين؟ الى البادئ. هذا هو البادئ يدخل اليه، فيدخل السائل بسرعه عاليه المن الى الستارتر الهيدروليكي، راح يدور بالريش الموجوده او التوربينات ويخرج من شنو من فتحة أخرى ويرجع مرة ثانية وين للخزان الرئيسي. زين فراح هذا الضغط العالي أو القوي من الهيدروليك يفر لهاي التوربينات، التوربينات تفر الجزء الدوار اللي موجود وين بالستارتر ويفر المسنن الصغير، المسنن الصغير راح يدور لي المسنن الكبير مات المحرك فيؤدي إلى دورانه، وأثناء الدوران تنضغط البساتين الموجودة بغرف الاحتراق وعملية انفجار تجري إلى آخره. وبعدين وراها من يشتغل عندي المحرك راح يسوي صمامة غلقة حتى لا يدور الهيدروليك، وفي نفس الوقت أيضا المسنن الصغير راح ينسحب حتى ينعزل عن من عن المسنن الكبير اللي هو تابع من للإنجن. نفس فكرة الإير ستارتر بس هذا بعد موثوقية أعلى، أول شيء ضغطه أعلى قوته أكثر تعجيله أكثر زمن تشغيله أقل أكثر موثوقية. ليش؟ لأن أنا عندي دورة من الهيدروليك بحيث الهيدروليك اللي يطلع
من الضاغطة يروح وين؟ إلى الستارتر، يرجع مرة ثانية إلى الخزان الرئيسي. يعني لا أحتاج بطاريات ولا شحن ولا شيء مضغوط، حتى الضغط هو ضغط يدوي من خلال شنو؟ عتلة يدوية يضغط شنو؟ يضغط لي الهيدروليك من خلال هذا البستم داخل غرفة ثانية، وبها الصمام، بحيث من أفتح الصمام يروح مباشرة، يعني أفتح هذا الفالف راح يخرج الهيدروليك المضغوط أو السائل الهيدروليك المضغوط، يروح المن قلنا إلى الستارتر يدوره ويدور المحرك بهالشكل. يعني أكثر موثوقية، أكثر أمان، وهذا خاصة في الأماكن اللي إذا كان بها يعني ماكو طاقة كهربائية موجودة، زين ماكو ناشونال جريد، لاكو أي مصدر آخر للطاقة، وصارت عندي مشكلة بالبطاريات، هذا بعد لازم شنو أحتاج أخذ البطاريات وأروح أشحن في مكان آخر إلى آخره. يعني هاي فد مشكلة تعتبر، بينما هذا يعتبر في السيستم موثوق، السيستم كله ميكانيكي، زين يعني أعطال أقل، عزم أكبر، سرعته وتعجيله أكثر، وموثوقيته جدا عالية، زين بحيث حتى لو ما اشتغل عندي رأس التوليد أو عفوا الإنجن بسرعة يعني مباشرة بأول تشغيلة لأي سبب كان، أحتاج أكثر من تشغيلة نوبات يلا اشتغل عند المحرك، هنا أنا مأمن على نفسي، ما راح تكون عندي بطاريات، والبطاريات راح شنو تصرف طاقتها بسبب عمليات التشغيل، وبالتالي تهبط. أو إذا عندي مثلا هواء مضغوط ممكن ينفذ هذا الهواء المضغوط مثل الإير ستارتر، لكن هذه دورة مغلقة مع الهيدروليك بها موثوقية عالية، والهيدروليك أقدر أضغطه من خلال مضخة يدوية إلى آخره، وأحصل على ضغط جديد، زين. فهذا يكون أكثر موثوقية من النوعين السابقات اللي هو الإير ستارتر وشنو إلكتريكال ستارتر. هذا جدا موثوق وحديث، هذا زين كله ميكانيكي، سيستم مغلق، دورته مع الهيدروليك مغلقة، زين. لهنا تكون انتهى الجزء الأول من محاضرة أو المحاضرة 18.